شاء يا الله. رب كابتن عادل، ربنا يخليهم. كنا بنتكلم كمان من وقبل ما يجي موسيماني، كنا بنتكلم على الولاد اللي طالعين من تحت، وانت شفت المباراة اللي فاتت، يمكن العربي بدر كان ليه نصيب وبدأ المباراة وظهر بشكل كويس، وانت قلت لي ان العربي كمان ما بيلعبش باك يمين بس، ده كمان بيلعب نص ملعب. هو العربي بدر كان لما جيت امسك الفرقة كان بيلعب تحت في فرقة ال 2001 بس. انا لما جيت كنت جايب فكرة ان عايز اعمل منتخب امل او فرقة امل للنادي الاهلي، فاجمع اللعيبة حتى لو سنه صغير قوي، اجمعه اللي بروميس اللي هيلعب في الفريق الاول يعني. فيمكن اول واحد لفت نظري العربي بدر، وقلت لازم يبقى متواجد معايا في الفرقة، اكبر فرقة في النادي بقى قبل الفريق الاول، يتواجد معايا حتى لو سنه صغير. ماسك 97 اللي هو 97. وهو 2001 يعني 4 سنين، وكمان الكلام ده من سنتين يعني، كان سنه صغير. فلعب معايا مباريات كتير قوي، كان اساسي عندي، وكنت بعده حتى اخر علاقه كارترون في بالنادي الاهلي، كان بيلعبني زي مباراه وديه ما بين ال 97 والفريق الاول. جبت له عربي بدر، وجبت له محمد عبد المنعم، وجبت له كريم شادي. يحيى وكريم يحيى، وعلشان يجي يلعبوا قدام وشادي كمان شادي رضوان، شادي رضوان على يلعبوا قدام الفريق الاول عشان يشوف، علشان احنا شغلنا اصلا في النادي الاهلي المفترض كل القطاع او كل الفرقه تخدم على الفريق الاول وتعمل لعيبه للفريق. فعربي بدري ديفندر جيد جدا، لعيب ممكن يلعب باك رايت، وممكن يلعب كمان سيرد باك احيانا، ولكن افضل مكان ليه هو الديفندر، ولكن عشان في اكتر من لاعب ديفندر في الفرقه كبير ولعب كويس وخبرات. بس ميزه ما يكون بيلعب زي احمد فتحي كده، ممكن بيلعب جوكر ديفندر يعني. جوكر يعني كابتن هاني، صغير كابتن هاني، في العصر اللي احنا فيه اقل لاعب في الملعب لازم يلعب 3 اماكن، وعلشان المباريات الكتيره قوي وعشان ضغط المباريات، فلازم يبقى عندك اللعيب يلعب اكتر من 3 اماكن. مرونه تكتيكيه يعني، المرونه عشان يبقى عنده مرونه تكتيكيه، تقدر انك انت، لان احيانا مثلا واحد زي احمد فتحي مثلا، مين اللعيب اللي عدلته يمين طول حياته، ولما بنحتاجه وكان المنتخب يحتاجه فلعبه باك ليفت ادى، والنادي الاهلي يحتاجه يلعب باك ليفت ادى، ان منتخب مصر لما احتاجه مع هارونا كوني، لما فاكر مع كابتن حسن شحاته لما مسكوا مان تو مان لهارونا كوني علشان في ساحل العاج، هو اللي كان عامل ضغط على المنتخب. ده نعم، كان بيلعب باك باك شمال، وجابوا لعبوا ديفندر عليه، او لعبوا مساك، لعب مساك عليه ومسكه كويس قوي ولعب عليه مباراه كبيره. فاللي انا عايز وينج ليفت بتاع غانا في تصفيات كاس العالم، لعب باك رايت ما لمسوش الكوره. ما هو احمد فتحي، علشان كده انا بقول لك اللاعب لما يلعب اكتر من مكان ده حقيقي يبقى عنده مرونه، بس دي تاديك لو انت عاوز تلعب اكتر من مكان، يبقى انت لازم تمتلك حاجه مهمه قوي، الروح. لما اللعيب يمتلك الروح يقدر ان يؤدي. هو احنا بنقول ما يعني ما بيعملش يعني، بس بيأدي في ادوار مميزه في اماكن كتير. انا عايز اقول عليه كلمه واحده بس، الراجل ده بيحب ان انت تديله المسؤوليه، يعني هو صاحب اداء في الملعب، لما انا بديله مهمه المسؤوليه يجي عادل يقول له النهارده هتلعب في نص الملعب، وعارف ان انت هتعمل مره لعب ضد الاسماعيلي وعمل ثروب اصل واحد وداه للجون، ومره راح جايب جول، يعني في اي مكان بيتحط جاب لك الجون الفاينل بتاع المصري. فاكر؟ هو المهم هنا كابتن، المهم هنا ان التيم الكره يبقى في الامان على طول. بمعنى النادي الاهلي كان عنده اصابات في ماتش ام بي كتير قوي، تحير اي مدرب، تحير اي تيم يعني. وده اللي سامي ومصان وصله الموسيماني برضو، يعني اتكلم عن كثره الاصابات في الفريق، وده يعني دلوقتي يا سامي انا عايز اقول لك ان كان ممكن كمان ايمن اشرف يطلع باك ليفت ويدخل محمد هاني سيرد باك، وممكن يلعب احمد فتحي سيرد باك، يعني المرونه التكتيكيه بتاعت اللعيبه ومرونه اللعيبه. حمدي فتحي لما بينزل يلعب سيرد باك، ما هو دي حاجه مهمه جدا، لانه هو الملعب كله انت بتلعب في 20 يارده، اللاعب ما ممكن بيبقى في وقت من الاوقات بيبقى وينج ليفت، وفي وقت من الاوقات بيبقى راس حربه، وفي وقت من الاوقات بيبقى سيرد باك، وممكن يطلع ديفندر على المساحه اللي بيلعب فيها داخل الملعب اللعيب. فعلشان كده انا شايف انه المباراه بتاعت انبي ادت يعني عارف اريحيه لموسيماني، انه يبقى عنده مكان واثنين وثلاثه عنده سبورت فيه لو حصل له مشكله في اعداده لماتش الوداد.